للأغنياء. كلمة غنى أو أغنياء أحيانا ترتبط في ذهننا بالمال، ولكن عايزك تعرف أن في أنواع من الغنى أخرى. فمثلا عندنا إنسان غني بالحب، عنده طاقة حب، ده واحد غني. وفي واحد تاني غني بالإيمان، إيمانه قوي. وفي واحد غني بكلمة ربنا، تلاقي الوصية في لسانه وفي حياته باستمرار. واحد غني مش غني بالمعرفة، غني بالوصية، عايش الوصية. لكن كلمة صلاحا للأغنياء، الصلاح صفة من صفات الله. فتصور بناخد صفة إلهية بنوصف بيها طلبة الأغنياء، صلاحا للأغنياء. يعني إيه صلاح؟ أحكي لك معنى كلمة صلاح في الحروف بتاعتها. حرف الصاد معناها الصدق، إنسان صادق. وده طبعا الصلاح أو الصدق ده لكل إنسان مش للأغنياء بس أحيانا الإنسان ما يكونش مستقيم، ما يكونش صادق ويا الكل. لكن هذا الصلاح اللي بنتكلم عليه للأغنياء أن يكون إنسانا صادقا ولا يكسب ماله بطرق ملتوية، عشان كده يبقى فيها بركة. حرف اللام مقصود به اللين، اللين يعني الرحمة. الحرف الثالث حرف الألف معناه الاكتفاء. الحرف الأخير حرف الحاء وهو يعني الحكمة، حكمة التصرف. ديس بولس الرسول حطلنا خطة رائعة تحت عنوان صلاحا للأغنياء. اوصي الأغنياء انه ما يعملوش الحاجتين دول، لا يستكبروا، ألا يستكبروا، نمرة واحد. نمرة اتنين، لا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى. اوعى ترمي رجائك على القرشين اللي وياك. طب ويعملوا ايه بقى؟ يعملوا اربع حاجات: ان يصنعوا صلاحا، اتنين ان يكونوا اغنياء في اعمال صالحة، وان يكونوا اسخياء، ثلاثة اسخياء في العطاء، انسان سخي، واربعة كرماء في التوزيع. وبعدين يحطوا قدامه هدفين مهمين، قال كده: مدخرين لانفسهم أساسا حسنا للمستقبل. يعني هو بيشتغل النهاردة، بيقدم النهاردة، بيعمل النهاردة، مدبر صالح فيما في يده، بيحط أساس صالح للمستقبل لكي الحاجة التانية، لكي يمسكه بالحياة الأبدية.